الإيجابي ما بين فيوتشر وسموحة واحد واحد. كابتن فاروق، نعتقد النهاردة أنه نجح طارق العشري وأخذ اللي هو عايزه، بنت وأعتقد أنه مش مرضي التعادل ده بالنسبة لعلي ماهر. علي ماهر كان عنده فرصة النهاردة أن هو يتحرك في الجدول، ودي الفرصة لازم يستغلها اللعيبة، واللعيبة لازم زي ما كنا بنتكلم الدافع المعنوي والنفسي أن أنت توصل اللعيبة أن هي تبقى عايزة تحقق تارجت معين. صح، هو كان عنده فرصة النهاردة. يمكن الماتش في العموم الماتش يعني انا مش شايف، انا شايف فرقه يعني من بدايه خالص زي ما انت قلت في بدايه الحوار، شفنا فريق النهارده عامل مفاجاه، هو سموحه هو اللي بيضغط، هو اللي استحوذ على نص الملعب، هو اللي احرز الهدف مبكرا، وبقى هو الفعل، وبعد كده دخل علي ماهر المباراه بتحركاته ووجوده على الخط. يعني انا عايز الشوط الاول نشوف تحركاته قد ايش. اخطاء دي طبعا انا وجهه نظر الاخطاء دي، وده الخطا يعني خطا مركب يعني. بالظبط كده، كذا يعني واحد غلط في اللعبه. بالظبط، يعني لعيب نص ملعب غلط، حارس مرمى غلط، والمدافعين مساك غلط، فاللعيبه مش مصدقه هنا. رغم ان طبعًا سموحه النهارده قدم الشوط الاول شوط كويس جدا، لكن لو احنا هنشوف اللقطه زي دي مع احترامي هنعد كام لعيب في فرقتين موجودين هنا في نص ملعب كده. اللي هو 15 متر مثلا هنا بقى الدفاع، بص جوه ال 18 كام لعيب؟ سبع لعيبه على اربع لعيبه من فيوتشر. ورغم كل ده هو باصص على الكوره، باصص على منشا الكوره، ومش باصص على الرقابه. صح، يعني باصين على الكوره جايه منين، وده طبعا احنا اتعلمنا الكوره اللي بتتعمل بالعرض مكان ما الكوره جايه حط دماغي، وده اللي عمله النهارده مروان محسن بثقافه الاحترافيه في احراز الاهداف، ان حاطط كوره مكان ما الكوره جايه، لا غير كده ما تخشش المرمى. يعني مكان ما جايه دي، وده اتعلمنا كده الكوره مكان خروج الكوره العرضيه، حط الكوره مكان ما الكوره جايه، دي بتبقى اصعب حركه لحارس المرمى، انه مش ممكن حارس المرمى هيروح هيقفل الزاويه، فبيروح يقف في نص المرمى. الكوره ما بتكون جايه في نفس الاتجاه هتاخد نفس السرعه ونفس الارتفاع، هتبقى صعبه على حارس المرمى. الهدف ده يمكن هو خلاه النهارده خد احسن لاعب، انا من وجهه نظرنا يعني احسن لاعب في المباراه. الهدف ده هدف يعني لعيب خبره او لعيب محترف يعني بشكل كويس. لكن عموما النهارده المباراه انا وجهه نظري طموحات الفيوتشر كان لازم تكون اعلى من كده، والفيوتشر كان عنده فرصه ان هو يتحرك في الجدول، وبالتالي كمان لنتكلم على طارق العشري النهارده. طارق العشري حقق الهدف اللي احنا كلنا اتكلمنا فيه انه عايز يتعادل او ياخد نقطه وما يخسرش، افضل حاجه ليه ان هو يحافظ على الدرون، وفي الاخر قدر يحافظ على التعادل. ويعني لكنه مش تعادل مفيد الحقيقه، هو تعادل مش مفيد، ابقى فيوتشر في المركز الثالث بعد الزمالك بنقطه، وسموحه في المركز ال 14 في المركز العاشر في انتظار طبعا لقاء نفس الجدول فاركو لو حقق نتيجه ايجابيه امام طلائع الجيش بكره، يتخطى سموحه ويتخطى امبي ويتخطى البنك الاهلي، فالدنيا تتحرك تحت شويه.